السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. اليوم يوم جديد وجولة جديدة وعرض جديد وفيديو جديد من فيديوهاتنا في الخبر، مدينة الخبر يا جماعة. في هنا شركة القحطاني للجملة والتجزئة، عروض حلوة جدا هنشوفها مع بعضينا. ولكن في البداية كده نبدأ مع بعضينا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما في كل فيديوهاتنا، هنقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. تعالوا بقى نشوف الأسعار الموجودة في شركة القحطاني. الناس اللي في الخبر عارفة شركة القحطاني، وهنشوف أقوى العروض في المواد الغذائية الأساسية ومنتجات كتير جدا. يلا بقى بينا نشوف العروض والأسعار في شركة القحطاني. أسعار البيض هنا في القحطاني ب11 ريال الطبق، طبق البيض ب11 ريال، من الأسعار الحلوة جدا. البيض ب11 ريال هنا في القحطاني، عرض حلو جدا على التونة. في عرض على التونة هنا، في تونة ليزا، تونة ليزا في زيت الكانولا الأربعة، الواحدة 170 جرام. في زيت الكانولا هي الواحدة 170 جرام، هي قطع برضو قطع، نازل الأربعة ب13 ريال. الأربعة ب13 ريال، يعني الواحدة ب3 ريال ونص، وده عرض حلو جدا جدا على التونة. احنا عارفين التونة اسعارها غالية جدا الايام دي، ده طبعا في شركة القحطاني. كمان هنا اسعار مرقة الدجاج، مرقة الدجاج العلالي، شركة العلالي من الشركات الحلوة جدا. في هنا مرقة الدجاج العلالي 24 باكت في المكعب، يعني المكعب 20 جرام او 18 جرام، المكعب 18 جرام، نزلة ب12 ريال وربع. ده سعر مش عرض، يعني سعر هتلاقوه موجود على طول كده في القحطاني، مرقة الدجاج العلالي. منتجات السوسن، زيت زيتون، زيت زيتون هنا نازل اللي هو 500 ملي ب21 ريال 75. هذا من الانواع الحلوة السوسن زيت زيتون، ده عصرة اقول على البارد. زيت زيتون بكر 21 ريال 75، هرر ستاند كده كامل على منتجات السوسن. في هنا كمان السوسن اللي هو ورق عنب 908 جرام ب14 ريال 95، هرر 14 ريال 95، هرر. في كمان ورق عنب اللي هو المحشي جاهز، السوسن برضو 400 جرام ب7.5، وفي اللي هو الاتنين كيلو ب25 ريال. وكمان في فيكتوريا هنا محشي جاهز برضو 400 جرام ب8 ريال، وفي ورق عنب برضو هنا 908 جرام اللي هو فيكتوريا ب15 ريال. يعني هنا اسعار وليست عروض، ولكن اسعار حلوة جدا اللي هي منتجات شركة السوسن دي. هنا اسعار حلوة جدا، حافل ب28 ريال، وفي ارز طبعا ده 5 كيلو، في اورلاند ده انا جربته وجبت منه برضو، يعني نوع كويس برضو، 5 كيلو ب28 ريال، 28 ريال 75، هرلة حافل 28 ريال. في الأرز المصري اللي هو الأهرام، أرز مصري الأهرام ده ب19 ريال. في جرين فارم هنا، جرين فارم برضو 5 كيلو 37 ريال 95، هرلة يعني 38 ريال. في الصنويت، الصنويت في منه الكيلو، الكيلو ب9.5، الاتنين كيلو ب17.25، الخمسة كيلو ب36 ريال، 35 ريال 65، هللة. ده الأرز المصري هنا في القحطان. كمان هنا في الكورن فليكس، الكورن فليكس هنا ده برضو ده 450 جرام ب13 ريال. في نوع تاني برضو من الكورن فليكس اهو، 1 كيلو 38 اللي هو نسلة، والكورن فليكس التاني اللي قدامنا ده 1 كيلو 26، 750 جرام 20، 375 12 ريال. حليب هنا هنشوف بقى كرتون الحليب اللي هو 12 لتر، في ندى 46.5، والصافي 48.30، هللة. في فرق بين الصافي كامل الدسم والصافي قليل الدسم 56،
واللي هو كامل الدسم 48. طبعا يعني معظم الناس كامل الدسم، ندى كامل الدسم او قليل الدسم 46.5. في كمان ندى هنا كامل الدسم 51 75 هللة، وقليل الدسم 56 ريال. في كمان هنا برضو المراعي 50 ريال و60 هللة كامل الدسم او قليل الدسم. الكرتون فيه 12 لتر. اسعار الحليب هنا حلو جدا برضو. عروض على حليب الاطفال، في نوع من حليب الاطفال نيو فلاك، حليب مصنع للرضع 800 جرام، 800 جرام نازل من 84.5 ل 76.5. الناس اللي محتاجة حليب للاطفال الرضع، في كمان عبوة مزدوجة، العبوة المزدوجة ب 153، ولكن العرض على حليب نيو فلاك 2 800 جرام، هو اسمه حليب نيو فلاك 2 800 جرام نازل 76 بدلا من 76.5 بدلا من 84. في القحطاني، في كمان برضو حليب نيو فلاك 3، حليب نيو فلاك 3 او جينيو 800 جرام برضو نازل من 78.5 ل 70 ريال 75 هللة. هنا في عروض على حليب الاطفال في القحطاني هنا في مدينة الخور. هنا على قشطة بوك 6 حبات، 6 في 160 جرام ب 15.5 بدلا من 21 ريال. شبيهة قشطة بوك الباكيت فيه 6 حبات، 15.5 بدلا من 21 ريال. اسعار المكرونة هنا، في مكرونة رنا 400 جرام الحبة 2 ريال 75 هللة، 2 ريال 75 هللة رنا. في كمان تريفا الحبة الواحدة 3 ريال 75 هللة تريفا. هنا جودي بخمسة ريال وربع، جودي بخمسة ريال وربع وكل الأنواع منها 5 ريال وربع. في كمان البريفيتو 5 ريال وربع برضو نفس سعر جودي البريفيتو. في نوع هنا اسمه الفخامة ب2.5 ريال، 2.5 ريال ده يعتبر أقل نوع اللي هو الفخامة ده 2.5 ريال. الجود 4 ريال وربع. في هنا بيب دي عملت مكرونة لسه أول مرة نشوفها ب3.5 ريال، 400 جرام برضو. أسعار السمنة في شركة القحطاني هنا في المراعي اللي هي 400 جرام ب22، 400 جرام ب22 و800 جرام ب36 و80 هلل يعني نقول 37. في فارم 800 جرام ب46.5، 46.5 احنا بنصورها بقى في المولات الكبيره نازله من 57 ل 35. هنا طبعا اسعار عاديه خالص. المراعي 800 جرام ب36 و80 هلل وفارم ب46.5. في فارم اللي هي 1 كيلو 600 ب89، وفي المراعي 1 كيلو 600 ب77. طبعا احنا بنقول لكم طبعا هنا في الشوكة والسكينة برضو 5 كيلو 71 و30 هللة، ولكن دي سمن نباتي. في بقى السمن النباتي في مازولة 800 ملي ب26 ريال، وفي 400 ملي ب13 ريال اللي هو سمن نباتي. وفي فرق بين السمن النباتي السمن البقري الصافي، احنا عاملين فيديو شارحين فيه ازاي ان انت تفرق بين انواع السمنة كلها. في سمن برضو النوع اللي قدامنا ده 800 جرام برضو من الانواع الحلوة 43 ريال و70 هرقة. اسعار ورق العنب هنا في القحطاني في فيكتوريا 16 ريال، فيكتوريا 16 ريال اللي هو 908 جرام. في السوسن 14.95 هلله 908 جرام. في شطوره 1000 جرام و15 جرام ب16 ريال. رنا 1 كيلو ب12 ريال، يعني رنا ده بتلاقوه غالي جدا في اماكن تانية يعني، هنا ب12 ريال 1 كيلو. العلالي 908 جرام ب15 ريال. في جودي ب21 ريال 960 جرام 21 ريال. في الكرسي الذهبي، الكرسي الذهبي ب18.5 1 كيلو و15 جرام. اورلاند اللي في كل مكان يعني تلاقوها يعني مشهوره يعني اورلاند دي 1 كيلو 15 ب24 ريال. في اللي هو المحشي الجاهز بقى، المحشي الجاهز 295 جرام اللي هي جودي ب9 ريال، وفيكتوريا ب8 ريال. فيكتوريا اللي 400 جرام ب8 ريال وال800 جرام ب14.5،
فيكتوريا اللي هي 2 كيلو ب 28 75 هلله، جودي ب 34 ونص اللي هي بدبس الرمان، وفي نوع تاني ب 36 و80 هلله، في السوسن 400 جرام ب 7 ونص، فيكتوريا 28 ريال 75 هلله اللي هو ال 2 كيلو محشي جاهز، في شطورة 2 كيلو ب 28 ريال 75 هلله برضو محشي جاهز. الاسعار دي يا جماعة اسعار عادية، شطورة برضو 400 جرام ب 8 ريال. عرض هنا على الزيوت، زيت الفخامة، زيت الفخامة ده زيت دوار شمس 1 لتر ونص ب 12 ريال 12 ريال. في كمان هنا انواع من التونة، في تونة الفخامة برضو 185 جرام ب 6 ريال و 15 هلله، وال 100 جرام ب 3 ريال و 60 هلله، في تونة شاهين 160 جرام ب 5 ريال و 90 جرام ب 3 ريال وربع، في مكرونة الفخامة ب 2 ونص، يعني يعتبر أقل سعر في المكرونة هنا الفخامة 400 جرام ب 2 ونص، في برضو أرز الفخامة هنا 10 كيلو ب 76 ونص 76 ونص، وفي 9، وفي الريان برضو أرز 10 كيلو 89. منتجات الفخامة هنا كلها في استاند واحد. أسعار السكر هنا في القحطاني الكيلو بأربعة ونص، الاتنين كيلو بتمانية ريال 75 هلله، الخمسة كيلو بواحد وعشرين ونص، الخمسة كيلو بواحد وعشرين ونص، في البني واحد كيلو أربعة ريال 75، والاتنين كيلو 9 ريال 75. في بديل السكر اللي هو استيفيانا بعشرين ريال، استيفيانا بعشرين ريال ده بديل السكر. عسل هنا، عسل كابيلانو 400 جرام، في نوع يعني من العسل هنا 400 جرام 28 ريال قبل الخصم، بعد الخصم 21 ريال، يعني عروض هنا على عسل موجودة، في 500 جرام هنا نص كيلو يعني ب 22 ونص كان سعره 30. في عروض تانية كتير هنا على العسل، هنا انواع كتير جدا، المنصب ودريم هاوس، في دريم هاوس 1 كيلو 28 ريال بدلا من 41 ريال، في انواع تانية كتير جدا نزل عليها عروض على العسل كتيرة جدا هنا، في دريم هاوس 1 كيلو 28 بدلا من 41. اسعار مرقة الدجاج هنا في القحطاني، في اللي هي اونو 24 مكعب، المكعب 20 جرام 9 وربع، والعلالي 12 وربع 24 مكعب، بالمكعب 18 جرام، في كمان الاسناد 24 مكعب، المكعب 20 جرام 9 ريال، في كمان هنا اوكي 24 مكعب، المكعب 20 جرام نازل بكام؟ ب 7 ونص، 7 ونص ده يعتبر اقل سعر، ده 7 ونص. دي طبعا اللي هي اسعار مرقة الدجاج في القحطاني هنا، طبعا ده من غير عروض. يعني اسعار الفوط الصحية النسائية، في هنا الاولوز اللي هو البنفسجي ده، هنا سعره 14 ونص، الواحدة فيها 30 حبة، كمان في الاولوز اللي هو البامبي ده 14 ريال. دي اسعار زي ما قلنا من غير عروض، هتلاقوا اسعار مناسبة جدا. في هنا كمان صوفي 28 حبة دي 18 ريال، وفي بزيت الزيتون 13 وربع، لكن زيت الزيتون شكلها مش موجود. في فوم برضو هنا 30 حبة ب16 ريال، وفي نوع تاني فوم برضو ب14 ونص، دي مكتوب عليها بالاجنحة ده ملمس القطن الطبيعي كلاسيك بالاجنحة. في اللي هي فام برضو ده اسمها فام مش فوم، فام كمان، في هنا الخمسين حبة بعشرين ريال، الخمسين حبة بعشرين ريال، في فام برضو عبوة اقتصادية بسبعتاشر وربع،